برحب بيك يا كابتننا الكبير الكابتن اسامه حسني، وبرحب بكابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من جولات استوديو الاشبال، وهنا ملعب النادي الاهلي بمدينه ناصر استضيف مباراه من المباريات المهمه لبطوله الجمهوريه للشباب مواليد 2003. لقاء الجوله الثالثه عشر، اللقاء اللي هيجمع ما بين النادي الاهلي وفريق بيراميدز. زي ما حضرتك استعرضت جدول المسابقه كابتن اسامه، ومن الامور اللافته للنظر النادي الاهلي صاحب المركز الثاني. خليني اقول لك ان المركز الاول لنادي الزمالك ب 26 نقطه، الاهلي المركز الثاني ب 25 نقطه، ولكن النادي الاهلي يتبقى ليه لقاء. نادي الزمالك لعب 13 لقاء بينما النادي الاهلي بيلعب 12 لقاء. النهارده ان شاء الله يعني لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله تقدر تحقق الفوز في هذه المباراه. فريق بيراميدز في المركز ال 14 برصيد 20 نقطه، ولو لاحظت جدول الترتيب يا كابتن اسامه هتلاقي طبعا من الترتيب من ال 15 للاول الفرق 6 نقاط، يعني اوجه المنافسه وشده المنافسه ما بين الفريقين. خليني اقول لك طبعا الكابتن احمد عبد الظاهر المدير الفني لفريق النادي الاهلي كان اعلن تشكيل لهذه المباراه وطريقه 3-3-2-2 اللي بيلعب بيها الكابتن احمد عبد الظاهر. حراسه المرمى الحارس مصطفى مخلوف، قدامه الثلاثي عبد الرحمن رشدان ابراهيم عبد الحكيم واسلام عبد الله في منتصف الملعب، قدامهم ثلاثه احمد الطعيمه في دايره المنتصف، على يمينه محمد وائل وعلى شماله احمد اشرف، قدامه اثنين صناع لعب ميدو نبيل وميدو اسامه، قدامهم اثنين رؤوس حربه اللاعب عبد الرحمن شريف وسمير محمد. بالمناسبه رصيده من الاهداف 5 اهداف، النادي الاهلي بيفتقد لخدمات اليوم اللاعب علي نادر اللي يعني بيتصدر اهداف النادي الاهلي برصيد 6 اهداف. طبعا كان علي نادر ومجموعه من الناشئين يا كابتن اسامه شاركت في مباراه وديه اقيمت الاسبوع الماضي مع الفريق الاول للنادي الاهلي، شارك فيها اغلب العناصر اللي موجوده، مصطفى مخلوف وابراهيم عبد الحكيم ورشدان واحمد اشرف ووائل وايضا اللاعب احمد الطعيمه مع مازن اسامه، مجموعه من اللاعبين ظهروا بشكل مميز جدا. طبعا الجهاز الفني كان منح اجازه للفريق الاول يوم الاربعاء، في اليوم ده كارلوس برينجر المخطط او اللي تقدر تقول مطور الاداء ومكتشف المواهب في النادي الاهلي كان حريص انه يكون موجود علشان يتابع التدريب الاخير لفريق 2003، وبيقف على مستوى اللاعبين سواء في التدريبات مع الفريق الاول او مع تدريبات قطاع الناشئين، وده اكبر حافز للاعبين ان كل اللاعبين على يعني محطوطين تحت مرأى مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. مواجهه هتكون قويه جدا. خليني اقول لك ان طاقم تحكيم لهذه المباراه واحد من حكام الخبره كابتن محمد بكر فوله، حكم من الحكام المميزين، بيعاونوا محمد ايهاب امين مساعد اول وحسين هاني مساعد ثاني. اجواء الجو اكثر من رائع، ممتاز هنا كابتن اسامه، ارضيه الملعب هنا في فرع النادي الاهلي مدينه نصر ان شاء الله يكون الاجواء نشوف مباراه تليق بالفريقين، وطبعا نتمنى كل التوفيق لفريقنا العظيم فريق النادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح.